العالمي الاستثنائي الملكي الزعيم الهلالي. مبروكين يا شباب، والحمد لله رب العالمين. ما يصح إلا الصحيح، والكبير كبير، والبطولة رقم 64 تدخل في خزينة كبير آسيا. اللهم لك الحمد، وعلى نياتكم ترزقون. سمعت يا الفقراوي؟ والله هرمون السعادة يصبح أعلى حد في اليوم اللي ياخذ فيه الهلال بطولة، واللي أسمع فيه الصياح اللي بالي بالك، اللي ضغطهم الآن خلاص بعد ما أظن بعد وصل 800 ضغطهم أمس عقب كنو وعقب الفوز وعقب أقول حصول الهلال على البطولة. الله يعينهم. والله أني جد بديت أرف بحالكم خلاص. والله ما أكثر المهرجين وما أسخف وأتفه من يصنفهم إعلاميين، لأن بعض الأمور يجمع خلاص يعني ملينا منها. والله لما تحاول أنك يعني تستنقص من فريق قاعد ويحصد البطولات بصمت، وانت تطلع وتقول كلام أنت تدري وإحنا ندري والكل يدري أنك قاعد تخفي الحقيقة وتكذب على الناس، وتبتجرنا إلى ملعبك اللي أنت متمرس فيه بالكذب، فتغلبنا بخبرتك الطويلة بين أرضك وجمهورك. لا، شقردية عارفين أن هناك أمور لو أردت مغالطتها فلم تستطيع، مثل اللي يقول يعني في عز النهار أن هذا الوقت ليل. طيب شون ليل وأشعة الشمس تملك لها المكان؟ ما حد راح يصدقك. وقالها بالطيب، وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمل عالمون عن الضياء. معقولة الناس تشوف الأمور واضحة؟ وكيف يصح بالأذهان شيء إذا احتاج النهار أو الهلال إلى دليل بأنه دائما بطولاته بذراعة وطرق داخل الملعب؟ الهلال ما يحتاج مساعدة صديق. أنت تعرف من اللي يحتاج مساعدة صديق؟ الهلال بلاعبينه ونجومه وانجازاته وتاريخه يحتاج حكم. الله يسامحك، والله ما عدلت، والله ما قلت قولة حق، لكن هذا المطلوب منك. أنت حر، ولو أن انصافك لمنافسك والله يرفعك، ما ينقص منك. لكن حال الهلال معاكم مثل ما أيضا قالها الشاعر الأسطورة. اي والله انك صدقت يا الاسطورة الهلالية، انا متأكد انه هلالي ابو طيب المتنبي، لان هذا نادي الاساطير. في وصف حال الشقردية مع حساد الزعيم وهؤلاء المهرجين اللي يظنونهم اعلاميين، ومع الاسف يتصدرون الان في اغلب البرامج الرياضية، في بيت شعر قاله الهلالي الشقردي الطيب المتنبي: أني وأن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة لهم. وقالها والله هو صادق الصديق العزيز الشقردي سامي الحريري للزعيم الهلالي المنصات والتتويج والبطولات، والولي اللي بالي بالك البكائيات والمظلومية فقراوية والصياح.